احد الابطال احد الثوار جاب عرض هاي، فانا ما اعرف، اريد استفهم منه، هذا خليه يهمك، اريد اعرف منك هاي شنو دلالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب لي المايك، قرب لي. حقيقه انا شفت البرنامج مالتك واحنا نعزك ونحترمك صراحه، بس انت الوحيد اللي تحكي، فاذاعاتي جتنا ونقلت هذا الحدث، بس خلالك من خلال قناتكم الموقره اريد اظهر للعالم كله وللشعب العراقي النايم ببيوته ما يدري ايش يصير بولدنا. ولدنا انضربوا بانواع القنابل، هاي القنبله اللي يعرف يقرا انجليزي المدى مالها لازم ينضرب اقل شيء من 250 الى 200، ما تنضرب بال 50 متر او بال 60 متر مباشر، لا تنضرب هي شي شكل. وهاي 2012 2014 الصلاحيه مالته 5 سنوات، هذا واحد، هاي منتهيه الصلاحيه يعني هاي هي ايضا الان مكتوب عليها، مكتوب زين. هذا شنو صنعته استاذ؟ انا ما اعرف اقرا انجليزي، بس الاجانب الولد الدكاتره بس خليه يكمل، يجون هم اذا يشرحوا لنا ويقولوا لنا. انا وعائلتي بين نظرات، ولد 5 وزوجته بنات 2 صغار، واسسنا فرقه اسمها فرقة إنقاذ مسيل الدموع، نخلص هالعالم. هاي حصلنا عليه ما بين ليلة ويوم، يعني الليلة وثاني يوم الجمعة، والله. فإحنا أدواتنا بسيطة، خوذة وكيف ومغذي برسي وخمرة نغسل بيه عيون العالم، وهم يضربوننا بالسموم. وهذا والله نفسه يوم الجمعة وصل الغاز لحتى الساحة، وهذا دليل الإنسانية. وين الرحمة؟ وين صارت؟ وين؟ هيك يعني فد مرة ساد نجم أعجز عن الكلام، والله يعني أولادنا شبابنا راحت بيا ذنب. هذول الشباب كلهم ولدي أنا، صح رجال شايب، عندي راتب وعندي تقاعد وعندي سيارات وعندي مولدة وعندي خير من الله، بس أباو على الشباب هذول حصلوا شنو؟ بيش جوك بندقية؟ عمي جوك بس بطرق العلم، يل ما تستحون استحوا على دمكم، استحوا كافي، ملينا والله.